سيشنات من سيشنات الـ What shall I do course المقدمة من Women in Energy بالتعاون مع دكتور حسين. راح ناخذ تقريبا 5 دقائق لما الأغلبية تسوي تسجيل حضور. دكتور، بس إذا ممكن تخليني أشير الأجندة مالت السيشن. تمام، مثل ما قلنا إنه اليوم راح تكون السيشن الأخيرة اللي هي راح تكون بعنوان What are the other skills needed؟ اتكلم دكتور حسين بالسيشن الأول عن الـ CV writing، والسيشن الثانية تناول الـ job interview، السكيلز اللي راح تحتاجوها أثناء الـ job interview والـ questions اللي ممكن تنطرح عليكم. بهذه السيشن راح يمر على السوفت سكيلز والاذر سكيلز اللي راح تحتاجوها وكيف ممكن تنموها. اثناء هذه السيشن راح تكون 5 دقائق للسكيجول تايم، عباره عن الاوبننج عن ما الاغلبيه الحضور يكون العدد كامل. دكتور حسين 9 و5 دقائق راح يبلش، الحد 10 إلا ربع راح ناخذ الحضور مالتكم عن طريق الفورم، راح يدزوها التيم بالشات، فأتمنى تسجلون حضور. وبراها دكتور حسين راح يرجع يكمل السيشن مالته. أثناء ذلك أي شخص حاب عنده أي سؤال ممكن يسوي يكتبه بالشات أو رايز هاند ويطرحه. 10 وربع الدكتور حسين راح يكون كمل السيشن الأخيرة. راح تقدرون أيضا تطرحون الأسئلة، وبراها راح ناخذ ربع ساعة. هذه الربع ساعة راح يكون بها شرح على الفيدباك فورمولا. ورا ما تكملون السيشن راح نحتاج من عندكم تعطون انطباعكم عن هذا السيشن، اي كومنت ممكن تضيفوها. راح ندز لكم اللينك مالتها بالايميل. راح يتم ارسال ايميل لجميع المشتركين بس الحاضرين بالثلاث سيشنات بالسيرتيفيكيت، وكذلك بالماتيريالز مال 3 سيشنز وبالفيدباك فورم. فأتمنى الكومنت عندكم تسجلوها بهذه الفيدباك فورم. وكذلك راح نمر بهذه الربع ساعة، الدكتور أكيد راح يعطيكم السكيلز اللي راح تحتاجوها وكيف ممكن تطوروها. وكذلك جمعنا لكم مجموعة من الكتب اللي هي البست سيلينج، وممكن تقدرون تدخلون عليها تقروها وتستفادون من عندها. راح نمر عليها بديتيلز بآخر ربع ساعة، وكذلك بعض القنوات على اليوتيوب ممكن تفيدكم كذلك، سواء بالإنجليش لانجويج أو بالسيلف ديفلوبمنت أو من ناحية هذه الكتب شو ممكن تلخصوها. أثناء السيشن كالعادة الكل راح يكون ميوت مع الدكتور حسين، وأي سؤال رايز هاند، ونرجع نأكد على الاتندنس فورم والكونتاكت. حاطين هنا الايميل مالتنا، اي كويستشن ممكن تدزونا اياه عن طريق الايميل مالت الومن ان انرجي. دكتور اني خلصت، راح اسوي ستوب شيرنج وهاند اوفر تو يو تو ستارت. دكتور حضرتك ميوت. حسن شكرا حوراء على المقدمة، شكرا جزيلا، وإن شاء الله خلال لحظات نبدأ بالسيشن نمبر 3 و I will share the screen if I can. This is my slides which I'm going to share today with you, and we'll talk about the required skills. This is the
section 3 our 3 sessions. And I hope this time we will have better understanding for the combination of these 3 sessions. أرجوكم صوتي واضح يعني مسموع so I can continue this way. اوكي انت قلتي نبدا خلال 9:05 بتوقيتكم هسه 9:05 so the time to start now 9:06 دقائق حاليا so I will start ان شاء الله. اوكي I say السلام عليكم for everybody and thank you to attend the first session regarding the what shall I do after graduation. Week number one, Friday number one, we talk about how to write a CV, an effective CV, and the CV structure. And week number two, we talked about the job interview techniques, I can call it, and what shall I do in the job interview. Today, third session about the skills which I need to approve for the employer that I have them. How can I obtain these skills and how can I develop them if I have them already? فذاك أنا كلمة what and how. What are the skills? ما هي skills المطلوبة؟ ما هي المهارات اللي يطلبوها من عندي أثناء العمل توقيت مع الشغل؟ إذا عندي المهارة موجودة شو أطورها؟ How can I develop it؟ إذا ما عندي مهارة شو أحصلها؟ How can I obtain that؟ This is the aims of this session. The aim of the session about the skills required. ما هي السكيلز المطلوبة؟ إذا عندي سكيل شو أطورها؟ وإذا ما عندي سكيل شو أحصلها؟ منين أجيبها؟ حتى تكون شيء مالتي زينة. That's the aim of today. Today I would try a short session, inshallah, shorter than before, by 15 minutes. بدل ما أخلص 10:30, أحاول أخلص 10:15. لأن عندي اجتماع آخر بالعشرة ونص مع مجموعة أخرى. So I try to summarize these skills and these coming slides, and I talk to them. I talk about them as well. The question, why do I need the skills? يعني سكيل شنو فائدتها؟ شلون شجعني؟ شلون ساعدني؟ The skill, if you have them, it will give you a better chance to compete with others. تعطيك فرصة أفضل للتنافس مع الآخرين. يعني أنا عندي job vacancy لشخص مهندس مثلا خريج جديد في تخصص معين. اثنين يقدموا عليه. واحد منهم شهادته موجودة نفس الشهادة الثانية نفس الجامعة نفس سنة التخرج بس واحد منهم عنده skills مهارات أكثر من الثاني. So usually the one with the skills will be taken. So the skills is something to give you a better chance to win the job, to compete, تتنافس مع الآخرين بشكل أقوى. فذاك هي very recommended to have them. وراح أعلمكم كيف تحصلها إذا ما عندكم. أفترض أنا حالتين. أفترض هو أن توك متخرج جديد أنت أو متعين جديد أو أنت بعدك بالتلميذ الجامعي بالسنة الأخيرة في الجامعة فتحتاج أن تعرف ما هي السكيلز اللي تفيدني. السكيلز بأبسط تعريف لها هي الإمكانية to do something well. إمكانيتك أنت أن تعمل شيء معين بشكل صحيح، تتقن العمل، expertise وبخبرة. Nowadays, difficult work يحتاج of course greater skills. بعض الشغلات الصعبة، صعبة من ناحية يعني المهنية مالتها، من ناحية الذكاء مالتها. Of course, they need more skills. فإذا تخلي في بالك السكيلز جزء أساسي حالياً لكي أتنافس مع الآخرين للحصول على عمل وهي جزء أساسي من تركيبة السيفي مالتي. يجب أن يكون هناك سيفي جزء من عنده يسميه سكيلز وعادة الناس يخلون الاكسبيرينس والسكيلز قبل يخلون الشهادات الجامعية.
فيقول شنو السكيلز عندي، شنو اكسبيرينس عندي أنا، وبعدين يخلي شهادة جامعية. فالسكيلز أصبحت حاليا في الوقت الحاضر مهمة جدا لأرباب العمل، لشخص يبي جوب. How can I obtain them؟ يعني أنا ما عندي سكيلز، أنا تو متخرج من الجامعة وما صار لي سنتين أو سنة واحدة. So how can I obtain these skills؟ How can I get them؟ الجواب أحسن طريقة أدخل training courses، attain some training courses. عليك أن تدخل دورات تدريبية في بعض أنواع السكيلز حتى تحصلها أثناء التدريب. مثلا أنا أريد أن ينقصني عملية خلينا نقول مثلا programming skills، أو ينقصني communication أو report writing. أقدر أدخل دورة حتى أتعلم؟ نعم، أدخل دورات تتعلم السكيلز وتفيدك بعدين مستقبلا، مو فقط لغرض السي في، حتى إلك أنت شخصيا تفيدك. مثلا إحنا نذكر عندنا بالجامعة طلاب الماجستير أو طلاب الدكتوراه، نطلب منهم يدخلون دورة على الريبورت رايتنج، يتعلمون كيف كتابة التقارير أو كتابة الأطروحة ليقدم بعده، ما بادي يكتب أطروحة بس يا دوب سجل على دكتور ماجستير. نطلب من عنده يدخل دورات، وندخل دورات على كتابة، طريقة كتابة الأطروحة مثلا، أو طريقة كتابة الثيسس نسميها ديزرتيشن. فهذه مهمة جدا يتعلمها حتى بعدين من يجي يكتب عنده هو مهارة الكتابة، وهكذا بالمهارات الأخرى الموجودة عندك. فهي تريننج مهمة. الطريقة الأخرى الاكتيفيتيز، النشاطات المهنية. أنا أحاول أمارس بعض النشاطات مهنيا، كمثلا أفتح الموبايل أفسخ قطع قطع وأشدها، أفتح مضخة أويل بام مثلا إلى قطع قطع وأشدها، أو أحس صمام فالف I touch it and put it together, or maybe dismantle my laptop and put it together. هذه مهارة عندك بسبب أنه you are doing it in your hand, hand-on tool. يعني أكو soft skills وأكو إحنا نسميها vocational skills، المهارات المهنية. الطريقة الأخرى هي أنت تنشط contribute for social activities. حاول تكون ناشط في بعض النشاطات الاجتماعية. حاول من الآن، مثلا أنا عضو في فريق مساعدة الأيتام، عضو في فريق مساعدة الفقراء، عضو في فريق تنظيف المدينة، عضو في فريق النظام الصحي في المدينة، وهكذا. عضو في فريق النشاط الاجتماعي في المنطقة مالتي. هذه تفيدك بك سكيلز، تعلمك شلون تحتك بالآخرين، تسمع الناس أكبر منك بالعمر، الأصغر منك بالعمر، الناس ما متعلمين ومتعلمين، فتعطيك مهارات. هذا تفيدك أيضا بالسي في مالتك. أو إذا أنت سواء أنت يعني ولد أو بنية، man or women، male or female regardless of the gender، sport team if you are a member in a team، a sport team for example football، basketball، marathon، whatever، that also will be useful for you because the team معناته teamwork، معناته عندك انت روح الفريق، وهذه مهمة حاليا في كثير من الاشغال يكون عندك روح الفريق، وهذا مهم جدا تخلونا في بالكم ان شاء الله. اذا ما هي السكيلز؟ هذا الجواب مالتي. How can I obtain it؟ هذا الجواب مالتي. So give me examples of skills. سميلي، أعطيني أسماءهن. السكيلز المطلوبة حالياً، أعطيني اسمهن، titles. هذه الصورة أمامكم هي titles for the skills. اتلف وياها أسميها clockwise مع لفة ميل الساعة من اليسار اليمين. مثلاً السكيل الأولى هي عبارة عن teamwork. معظم الشركات حالياً بطريقة أو أخرى يشوفك أنت كان في تيم ورك، أنت عضو في فريق سابق أثناء الجامعة، سويت مشروع مشترك مع زملائك في العمل في الجامعة، اتخرجت وعندك أنت تيم معين، قد يكون أي تيم طبعاً، تقول يا تيم أي تيم، نعم أي تيم، سوشيال تيم، سبورت تيم، فاميلي تيم، whatever تيم، بس كون بي نوع من روح الفريق.
سواء أنت قد تكون team leader or could be you are a team member. بس التيم يجب أن تتعلم من الآن. إذا ما إذا أنت بعدك ما تقول أنا عمري ما مشترك بأي نشاط على شكل فريق ما عامل، نصيحتي إليك حاليا إليك أنت كذاك بنية ولد إنه be a member in a team، سواء كان project report، سواء كان senior design project بالسنة الأخيرة، سواء كان social club whatever، be a team member، حتى لو social team member، حتى لو واتساب جروب حاليا هم يعتبرون تيم ممبر. حاول تكون جزء من فريق، تعلم على الروح الاجتماعية، على روح الفريق، مهم جدا الشركات تطلب هذا الشيء من عندك. مستقبلا أنا ذكرت لي الـ WIE Women in Energy، كثير منهم قلت لهم مستقبلا قد نسوي دورات فقط على بعض السكيلز، يعني فقط مثلا يومين كاملات نحكي على التيم ورك مع اكزامبلز، او يومين كاملات نحكي على الكوميونيكيشن سكيلز بالتفصيل، فيكون اكثر تفصيلا وتقدر تحصل شهاده بها من عندنا، شهادتك معروفه، وتقول انا حضرت كورس مده يومين مع الدكتور حسين ضمن مجموعه ال WIE مثلا في الكوميونيكيشن سكيلز. قد نعمل هذا مستقبلا حتى نساعدكم ونعلمكم، بس حاليا انت اخذ بعض الملاحظات امامك ما هي مطلوب من عندي، خصوصا اذا انت final year university or you just graduated or you going to graduate very soon، او انت جديد بالعمل مالتك، او تلاحظ انت ما عندك skills كثيره، اتذكر هذه العناوين امامك: teamwork, intelligent very much regarding العمليه الاناليسز والتفكير العلمي، قد تكون ايضا سكيلز مهمه جدا. السيلف اويرنس يعني انت الانتباه الشخصي، عندك اويرنس اوت يعني سراوندينج يو، عندك اعتبار لما يدور حولك سواء كان في مجال البزنس او في مجال السوشيال او في مجال يعني حتى في مجال الانفايرمنت. يعني انا اذكر مثلا في مقابلات نسال بعض الناس عن شنو رأيه بالاحتباس الحراري global warming مثلا، شنو الديبيت مالته، شنو رأيه، هل هو انه احتباس حراري فعلا يجي من CO2 emission، he believes in that or not، او عنده فكرة اخرى مثلا. نسأل بعض الشباب من يقدمون الشغل، نسألهم على طبيعة سوق العمل awareness، هل هو عنده فكرة عن سوق العمل، الاعداد، التنافسات الى اخره، هاي يسموها safe awareness. يجب أن يكون عندك من نوع من الوعي ومفتح عيونك يعني، وتقبل ما يحيط بك. يعني أكو بعض الشباب مثلا بس يدرس ويجيب شهادة بس ما علي، يقول أنا ما علي، أنا عشان مو شغلتي، اللي يحيط بي أنا ما يبي. لا، أنت جزء من المحيط، أنت جزء من بيئة، so you should be aware about that what is going around you، سواء كان في social أو في البزنس أو في الفاينانس وما شابه. السكيل الأخرى يطلبونها منك بالعب الشغل حاليا أو تكون مفروضة عندك أنت بالسي في أو عندك بعضهن، هي مو بالضرورة يعني هذا آية، لو تحسب الناس حاليا أنك 13 سكيل 13 2 4 6 8 2 4 6 8 10 11 11 سكيلز ما مطلوب من عندك، مع الانرجي 12 ما مطلوب من عندك 12 وحدة كلهن، لا، لو تقول أنا عندي خمسة منهم، عندي أربعة منهم، هذا يكون أحياناً كافي. But you have to have skills and you have to prove that. السيب موتيفيشن، أعطيني مثال على ذلك. أنت مثلاً أنا very much motivated by يعني طبيعتي هكذا، I wake up early, I discover new ideas, I try to think about certain changes. I feel I am very motivated. دائما نشط وحرك مو خامل. هذه يحتاجوها أحيانا في بعض الشركات في بعض المعامل. المرونة flexibility. أنا مرن في قبول التايمينج اللي يعطوني إياه. أشتغل ليل أو نهار، شفتات أو مو شفتات. Covering for some other people. I'm flexible in accepting the other ideas. أقبل الرأي الآخر. The other views. So هذه أشياء تخليها في بالك، هم يحتاجوها منك، ويجب أن يكون دليل معين تثبت أنه موجود عندك. الـ IT skills حالياً إحنا
في عالم هو عالم الكمبيوتر حاليا، عالم الديجيتال، يجب طريقة أخرى خصوصا الشباب تطور نفسك في هذا المجال، مجال IT skills. هسه مثلا عمرنا يعني تجاوزنا الستينات، نقول يعني احنا متأخر شوي العملية علينا، بس انتم كشباب بروجرامينج، السوفت وير، السوفت سكيلز، الكمبيوترينج، سواء كان بداتابيز، الاي تي انجينير، انفورميشن تكنولوجي انجينير، معلومات تكنولوجيه مالتك، كيف ادخل على الواتساب، كيف ادخل على الويب سايت، كيف ادخل على الكمبيوتر سيرش جوجل مثلا اطلع معلومات او داتا، هذه كلها يسمونها اي تي سكيلز، مهارات هذه مطلوبه حاليا. بالعكس انا اشوف كل شاب او شابه حاليا يتخرج من جامعه يجب ان يكون اي تي سكيل هو نمبر 1 عنده، يجب بطريقه او اخرى لو نسبه معينه منها. هذه مهمه جدا، فهذه مهاره تكون موجوده عندك. النولج مهاره المعرفه، مهاره المعرفه، عندي معرفه، عندي معرفه عامه نسميها المعلومات العامه نولج، اعرف شنو يصير حوالي. مثلا انا مهندس بس عندي معلومه على النيوتن لو مثلا جرافيتي قانون الجاذبيه، عندي معرفه على الووتر تريتمنت، عندي معرفه على الاتموسفير سراوند، يجب يكون عندك معلومه جغرافيه معلوماتي. احنا مرات نسال، والله اذكر بالمقابلات مرات نسال اسئله غريبه عن المتقدمين، نسال مثلا منو عاصمه بلد الدوله الفلانيه، منو عاصمه الدوله الفلانيه، تعمدا نشوف شنو معلومات. انت مسافر الى دول اخرى، يا دوله سفرتها ويا دوله عجبك مثلا اكثر، ليش عجبتك هاي الدوله كنولج؟ احيانا نسال هذا الشيء. فنصيحتي لك ايضا طور معلوماتك العامه ولا تركز على فقط الشغله واحده. يعني المبادرات initiatives، المبادره عندك، روح المبادره عندك، مهارات المبادره عندك، دليل انت بادرت، عندك افكار معينه بادرت بها لعملك، او اثناء الجامعه انت جيت المبادره الفريق مالتك التيم مالتك، شنو الشيء اللي بادرت به؟ مثلا بادرت به مثلا بادرت انا اعطيتهم فكره انه نسوي شغلنا كمبيوترايز كله على شكل كمبيوتر، نحول شغلنا من انالوج الى ديجيتال، نحول شغلنا من يعني اورال شفهي الى باوربوينت برزنتيشنز. انا بادرت، فتنطي امثله على المبادرات مالتك. كوميونيكيشن سكيلز مهمه جدا حاليا، القدره على التواصل، كتابه التقارير مثلا، كتابه المعلومات، اقود سبيكر، اقود لسنر، هذه مهمه كوميونيكيت. والامباثي يعني طريقه التفكير مالتك وقدرتك على التواصل مع الاخرين وقبول المجموعه اللي بيك انت، والسيلف بليف قد تكون عندك نوع من الايمان بنفسك، يعني الشخص اللي عندك ايمان بشخصيتك، هذا يعتبر سكيل، مهاره عندك ثقه. والسيلف بليف ايضا هي عباره عن المعلومات او البليف الايمان الخاص بك انت يعني. فهذه هي مجموعه سكيلز يحتاجها الانسان او المتقدم على عمل، او الشركات اللي تنطي عمل تفضل هو موجوده عند الشخص اللي يقدم عمل لهم. يعني السي في، نعم السي في موجود بيها مثلا ستيتمنت عن الشخص، عنوانه واسمه الى اخره، موجود بيه مثلا الاكسبيرينس اذا عنده اكسبيرينس، وموجود بيه مثلا الشهادات الجامعيه اللي اخذها، لكن يردون حاليا سكيلز، يردون بعض المهارات اتليست 4 إلى 5 تكون موجوده عندك، وهذه مهمه حاليا في كثير من مواقع العمل والتقديم على الشغل. امثله اخرى على سكيلز هي هذه سلايد موجود امامنا، هذه اذا تقدم على بروجكت مانجمنت، اذا انت تقدم على مشروع، مشاريع يسمون مشاريع إدارة المشاريع أو المشاريع النفطية أو مشاريع البناء أو أي مشروع آخر، يعني يحتاجون هذه النقاط اللي عددها حوالي 10 نقاط أساسية في كسكيلز. فهي تشبه السابقة في بعضها، يعني overlap. مثل communication مهمة، سواء كان oral يعني التواصل الشفهي، I can talk، شو أنا سأنا مثلي I can't talk، شفايين أحكي وأنطيك أمثلة وقادر على الكلام، oral communication. هذه تفيدهم في كثير من المشاريع اللي أنت تعطي فرصة أنه أنت تعمل presentation، تعمل negotiation،
تعمل persuasion إقناع الآخرين، تحتاج عندك ملكة الخطابة، ملكة الكلام، هذا مهم. التايم مانجمنت أيضا مهم جدا، تعرفون المشاريع معظمها تحتاج تايم، بداية ونهاية ووسط وستيجز، في كل مشروع أكو 4 ستيجز مثلا، وحسب الجانت تشارتس يمتى تبدي يمتى تنتهي إلى آخره. هذه مهم تعرف إنه كيف أنت you manage the time for each stage. الـ IT skills مثل ما ذكرناها سابقا، يعني في أقل تقدير حاليا أنتم يسمعوني، إذا كنتم أنتم معظمكم من الشباب، أما توه متخرج أو راح يتخرج أو جديد على التعيين، يجب أن تكون عندك الـ IT skills. ماكو عذر بعد حاليا بالوقت الحالي ظروفنا الحالية، الـ IT skills أصبحت جدا عادي يعني. فشجع نفسك تعلم عليها الـ IT skills. هي information technology، هي مقصود مو يعني سوي برمجة، لا، بالقليل كيف can you search for data، how can you are using Google، how can you use Yahoo، how can you extract information، how can you use it for communication. IT skills is important nowadays. How to عمل مثلا cut and paste أو copy and paste whatever IT skills you are useful. من المهارات الأخرى أنه بالتقديم على مشاريع مثلا أو تكون مهندس مشروع، هي management managing own learning. هل أنت تقدر ترتب أو تدير تعليم نفسك، تقدر تختار أشياء تفيدك، تعلم نفسك بنفسك، يعني own learning هذا تبقى مهارة حاليا. شنو أختار حتى أحتاجه وأتعلم من عنده مستقبلا، بإضافة إلى درس الجامعية شنو أقدر أنا أعلم نفسي، بيش أعلم نفسي، وهذا أيضا مهم جدا. الكوميونيكيشن سواء كانت أورال أو ريتن، يسيا ريتن نفس الكلمة، أورال هو إلقاء محاضرات شفهيا، والريتن كوميونيكيشن هي كتابة الأسايمنت، الهوم ويرك، كتابة الثيسز، كتابة الريبورت. أيضا هو عبارة عن فن ومهارة، مهارة الكتابة ومهارة التواصل الشفهي. هذه البرزنتيشن تشبه الكوميونيكيشن ايضا. هاو كان اي بريزنت ماي سيلف باي باوربوينت برزنتيشن مثلا، او فيديو كليب يوتيوب. اي توك تو ذا بيبل ثرو ذا هنقول زوم او جوجل ميتينجز او اي وسيله اخرى، الاف سي سي. سو ذيز ار اجين كايند اوف برزنتينج يور سيلف and presenting your data. Problem solving. أكو ستة طرق. There's 6 ways to solve the problems. The problem بالشغل عادة تكون هي أما يسمونها معادن، يقولون عنها أما operational problem، يعني مشاكل تشغيلية، أو أحيانا design problem، مشاكل تصميمية، أو manufacturing problem، مشاكل تصنيعية. هذا احنا عندنا بالهندسة. فشون اقدر احل هذه المشاكل؟ اكو 6 طرق لحل المشاكل، منها 6 سيجما، منها troubleshooting، منها brainstorming، منها fishbone techniques and many other things which need a full، يعني هذا البروبلم سولفينج انت تدخل بها دوره، يعني دوره تدريبيه مده يومين حتى تتعلم طرق حل المشاكل، analytical way، analytical thinking. هذه كلها عباره عن بروبلم سولفينج تكنيكس. طريقه اخرى يجب ان تكون عندك هاي الامكانيه. decision making اتخاذ القرار، هذا يعتبر مهاره ايضا مهمه جدا. multi task، يعني انا اقدر اسوي اكثر من شغله، انا مهندس ميكانيك بس عندي شويه المام اعمل سيفل انجينيرنج واعمل مثلا الكتريكال انجينيرنج، اسمه مالتي تاسك سكيلز اعتبر. والتيم وركينج ذكرناها اهميتها، وهذه مهم جدا، يعني في اقل تقدير انت تقدم على شغل يكون عندك تيم وركينج وعندك اي تي سكيل في بدايه، كبدايه عندك تيم وركينج وعندك اي تي سكيل وعندك كوميونيكيشن. في اقل تقدير يعني يكون عندك 3 سكيلز. تتخرج من الجامعة وبعدك فريش توك ماخذ الشهادة، بالقليل عندك كوميونيكيشن وعندك اي تي وعندك تيم ورك في اقل تقدير. البقية تقدر تضيفهن
later on. هذه الفكرة مال السكيلز وأهميتها لكي تنافس الآخرين في الحصول على عمل. مهمة جدا، هي مو على العمل، هي إلك أنت كشخص، تفيدك نعم تفيدك مستقبلا في حياتك عندما تكون أنت صاحب العمل، أنت المدير، أو أنت عندك شركة صغيرة افتحت بنفسك انت بنفسك، يعني هذا ممكن جدا تفيدك هاي السكيلز. او بكره بعدين في سوى ماجستير او سوى دكتوراه، هاي كلها يفيد لك. اتعلمها الان احسن ما اتعلمها متاخر، هذه نصيحتي لكم. Why very possible. السؤال يسالونه الشباب كثير، انا اتذكر عندنا من الجامعه، لأن أنا كنت أدرس حقيقة، كنت أدرس بروجكت مانجمنت وأدرس يسمونه الإيكونومكس، الاقتصاد، إنجينيرينج إيكونومكس، الاقتصاد الهندسي، درست قبل سنتين حقيقة، بس حاليا ما أدرسه. فبالبروجكت مانجمنت يسألون هم الشباب، من هاي السلايد أخليها أمامهم، يقولون يا أحسن شيء سكيلز يحتاجوها نضيفها إن ف اكو 10 سكيلز، 10 مهارات اللي المفروض تكون موجوده عندك كجراجويت، كخريج جديد او راح تتخرج او توك تعينت. هذه المهارات العشرة هي عباره عن الكوميرشال اويرنس، يعني انت تكون عندك فكره عن الوضع المالي الاقتصادي في السوق، لسوق العمل، سوق الشركات، اكو مستقبل، ماكو مستقبل، يعني عندك فكره معينه. هذا يعتبر نوع سكيلز، مهارة أويرنس، عندنا قراءة ودراسات عليها. بس مرات من تسمع أنت بالأخبار والله يقول لك هو مهندس نفط، ومهندس نفط، النفط راح يخلص بال 2020 30 2030 ولا 10 سنوات من الآن، احتمال كبير ما يحتاج مهندس نفط مثلا. هذه ينطيك نوع من الأويرنس، كوميرشال أويرنس، شلون أجاوب، شنو البديل، أنت إيش قدمت على هندسة النفط، أنت مهندس نفط ليش جيت يمنا، النفط راح يخلص خلال يومين ثلاثة، وهكذا حكي هذا. فهذا يسمونه عندك awareness على الكوميرشال، على الوضع العام للسوق، مو النفطية بشكل عام، السوق بشكل عام. السكيل الأخرى اللي يطلبوها من عندك الكوميونيكيشن، ذكرناها. شوف كلمة الكوميونيكيشن ذكرتها عشرات المرات، وأنا أكد عليها وهذه موجودة عندك، يجب you should be able to communicate. هسه أنت تسمعني مو تسمعني، تقول مع نفسك لو هسه الدكتور حسين يبطل، أقدر أنا أحكي مثله، أقدر أنا أسوي سلايدات وأشرح مثل ما هو يشرح في نص ساعة، لا مو نص ساعة، 10 دقائق، لا مو 5 دقائق. هذه هي الكوميونيكيشن. أقدر أنا أسمع أورال، أو أنا أقدر أكتب تقرير بحيث من يقرونه مفهوم بمقدمة وبالمين بدي وبكونكلوجن وريكومنديشن إلى آخره، أقدر أكتب تقرير زين. هذه كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن هل أنا أقدر أعمل فد باوربوينت برزنتيشن جميل وممتاز. الكوميونيكيشن كان اي رايت ا جود اجندا فور انا باتشر كوميتينج، والمدير مالتي قال لي انت اكتب الاجنده مال الميتينج. اجنده يعني اللي نسميه المحضر الميتينج، محضر الاجتماع. اقدر انا افكر يعني نقاط نناقشها بالاجتماع، هاي كوميونيكيشن. توك اورال، ريتن، بريزنتينج. من فكر من الان مفروض عندك هاي الصفه، لانه انت تلميذ جامعي ولازم قدمت شيء معين اثناء دراستك في الجامعه. نمبر 3 ضروريه ويجب تكونها موجوده عندي، سواء كنت تلميذ او متخرج، او يعني مريت بالجامعه، لازم عندك تيم ورك. هذا التيم قد يكون ساينتفك تيم، فريق علمي، انجينير تيم، هندسي، بروجكت تيم، فريق مشروع، سبورت تيم، سوشيال تيم، فن تيم، يعني فريق للفن، الضحك والفرفشة، كلها تيم. أبي عنده لدي. Can I make sure that I can be a good team member؟ تلاحظون بحياتكم، شفتوا أحياناً أكو واحد بالتيم ما يقدر ينسجم مع الآخرين، دائما يتعارك مع الآخرين، ما يحب يشتغل مع الآخرين، ما يعرف يشتغل مع الآخرين. أتذكر من بال 2018 أتذكر حاليا هذا الموقف، كان عندي تيم وكان من 6 أشخاص وأنا مشرف معهم، وكانت هناك بنية بالتيم مالتي شاطرة ذكية، هي الأول على الصف، الأول على الصف بالامتحانات، درجاتها ما تقل عن الأي والأي ستار. عندما سوينا التيم كانت هي أفشل إنسانة، فاشلة تماما،
تتعارك، ما تقبل رأي الآخر، ما تعب تشتغل إلا بإيدها هي. إحنا نقسم العمل، نقولها أنت تسوي هذا المشروع مكون من 6 أجزاء، الجزء الفلاني عليك، هي ما تعرف تسوي جزء مالتها وتسوي جزء الآخرين، تتدخل وتريد كل شيء على قياسها وتزعل شلون دوني ما يمشون على قياسها على طريقتي. هذا فاشل، هذا إنسان فاشل. حتى كنت أقولها، هي بنية من تونس حقيقة، أقولها لو أنا مدير تقدمين أنت شغل أنا ما شغلك. ليش دكتور أنا شهادة عندي درجاتي على، قلت لي درجاتي شكل، بس أنت سكيلز ما عندك، مهارة التيم ما عندك. فمهم جدا هذا كمثال، وعندي أمثلة كثيرة أثناء حياتي العملية، بس أنا متأكد قسم منكم مر بالجامعة أشكال أنه بعض الأشخاص أعضاء الفريق طبيعته سلبي، نيجاتيف ممبر، دائما ما عنده جواب إيجابي، من كل شيء يتململ. فبشكل عام إذا أنا نصيحتي لكم try to develop your teamwork. السكيل الأخرى المهمة والمفيدة أيضا هي السكيلز النيغوشيشن. أقدر أنا أتفاوض وpersuasion وأقنع الآخرين بالتفاوض مالتي، إحنا نسميه فاصل. أروح ننزل للسوق وبالسوق لقيت لي مثلا خلينا نقول بنطلون عجبني كاتب السعر 15000 دينار عراقي، أقدر أخلصه من 12000، أتفاوض وياه وأقنعه وأخذ 12000 هو راضي. فهذا يسمونه نيغوشيشن. نفس الشيء إذا عندي بروجكت وشون أنا أناقش مع المقاول اللي يسوي لي بروجكت مالتي. أتذكر من التجارب اللي سويناها على طلابنا الهندسة بالنيغوشيشن، انطينا كل واحد قسمنا مجموعتين، 3 مجموعات حقيقة، كل مجموعة بها 5 أشخاص، وانطيناهم مبلغ معين من المال، نفس المبلغ، وقلنا لهم بس قلنا لهم جيبوا السرعة الفلانية أو سلعتين، ذكرنا لهم من يجيب هذين سلعتين تماما نفسهن بس بسعر أقل نعتبره مفاوض جيد. فراحوا وإجوا ورا تقريبا ساعتين، واحدة من مجموعة فعلا جابت نفس السلعتين نفس المواصفات، بس هو سيفينج أباوت خلينا نقول 25 درهم، عشان بالإمارات وقتها بالإمارات يعني هنا، ف25 درهم هو أرخص من البقية جابها. فقلنا له هذا قد يعني شلون قنعت الآخرين، فحكى شلون قنع البائع وخاصة وحصلها 25 درهم أقل. هذه أيضا مهارة إذا تقدر أبو العمل يحب لك، هاي يحب من عندك إذا عندك هذه الصفة بعد أن تربح أنت. المهارات الأخرى the problem solving ذكرتها لكم أنا، المهارة السادسة leadership، هذه إذا تقدم على عمل أنت كليدر كقائد مجموعة يدوها من هذا. أحيانا أنا ما عندي، أنت وني خريج جامعة ما عندي leadership، لا مرات لا يصير عندك إذا أنت مثلا فريق كرة قدم وأنت أنت القائد مال الفريق، أو أنت قائد الفريق العلمي، أو أنت بالبروجكت السنة الأخيرة أنت كنت الليدر مال البروجكت، قد تكون عندك روح القيادة. السبعة الأورجنايزيشن، مرتب والتنظيم، ما مخربط أمورك، منظم وقتك، منظم علاقاتك، منظم عملك. فبشكل عام هاي الصفة أو هاي المهارة مهمة جدا عند الإنسان. أكو ناس يعانون من سوء التنظيم، تلقاه ملخبط يعني ما شنو الأورجنايزيشن معناتها؟ الأورجنايزيشن معناتها Prioritization، كيفية الأفضلية، منو يا عمل هو أفضل من الثاني، يا عمل علي أنجز أولا وأنجز بعدين وراء الثاني، التفاضل في العمل وقت يعني priority in this case. Number 8 perseverance and motivation، الاحتفاظ بالشيء، وأيضا عندي قدرة على النشاط، أنا أفكر بالوقت، وability to work under pressure، هل أنا أقدر اشتغل تحت ضغط؟ شو يسوون بالمقابله؟ شو يسوون بالمقابله؟ انا شايفه تبعيني يعني حقيقه. انا كنت قاعد بالمقابله وزميلي استفز الشخص اللي مقدم على الشغل. فقال له انت اعتقد ما تدبرها وانت ما تشتغل، انت بطبيعتك يوك ليزي اند يو وونت ايفريثينج سوفت اند يو دونت اكسبت ا بريشر اون يو. فهذا استفزه يعني، انت ما تشتغل وانت شكلك ما مهتم وناعم ومو مال شغل انت. فيستفزه يزعله حتى يشوف شنو الجواب مالته. فالحسن الحظ هذا الشخص لا يعني كان سدى الاعصابه وجواب باريحيه وما زعل، هو قال لو زعلان كان ما قبلت بالشغل او ترده ما عندي شغل. ف
فمرات بالمقابل يستفزونك، يستفزك انت من شكلك، هو شكله ممنوع طبعا، بالشكل ممنوع اطلاقا، ما يقول لك انت سمين او ضعيف او هذه ممنوعه تماما، وما يقول لك انت مثلا لابس نظارات او مو لابس نظارات، بس هو من حقه يستفزك اثناء المقابله في امور جانب علمي او السي في مالتك او كذا، بس الاستفزاز مثلا. فعليك ان هذا النوع من اختبار هل هذا الشخص يتحمل الضغط او لا. والنقطه الاخيره احنا قلنا 10 هي الكونفيدنس، هل انا واثق من نفسي من احكي، من اسوي برزنتيشن، من اتكلم، ايضا تعتبر مهاره، مهاره الثقه بالنفس هذه مهمه. الشخص المهزوز، الشخص المتردد، الهزيتنت، المتذبذب، صعب ينطونه الشغل، جدا صعب ينطونه شغل ويستمر بالشغل مالته. اذا هذه النقاط العشره او السكيلز العشره حاليا شائعه الاستخدام بالسي فيز، شائعه الاستخدام اثناء المقابلات حسب طبيعه العمل. نعم، عندي كومنت على الكوميشنر اويرنس، انت ضربت مثال على انه دائما تسمع انه سوق النفط ممكن ورا 30 سنه او 20 سنه بعد تنتهي، فانت ليش تدرس نفط او ليش تشتغل في هذا المجال؟ اوكي هو صح انه المفروض الواحد يصير عنده اويرنس حتى يخطط في المستقبل، بس انا اذا اشوف حاليا اكو موظفين دا يشتغلون بهذا القطاع ودا يكونون kind of lazy بسبب انه يقول لك انا ليش دا اطور نفسي، انه هذا اول بالتالي يعني منتهي يعني فيلد منتهي اول والثاني يعني، فليش دا افوت بيه؟ اوكي هو صح عنده awareness، بس بنفس الوقت هذا awareness خلاه ان هو ما ياخذ step ahead يعني، فما اعرف هذا الخطا. هذا التفكير السلبي هو تفكير خطا، بينما لو الذكي يقول هو صح هذا الصناعه النفطيه في يوم ايام قد تختفي، لكن اكو ابواب اخرى لاستخداماتها، اكو ابواب كثيره لاستخدامها. الصناعه النفطيه قد تكون هي صناعات ثانويه في بعض الانجازات الاخرى، مثلا في صناعه البتروكيماويات، في صناعه البلاستيك، في صناعه الادويه، في صناعات اخرى. والشيء الاخر، انا في مكان بتكنولوجيا خلي اطور نفسي بالتكنولوجيا، انا مهندس نفط، بس شنو الضيب لو انا اكون في يوم من الايام متميز بالاي تي سكيلز، وحتى اذا بطلت من النفط انا اشتغل كاي تي سكيلز. هسه ماكو مهندسين، مهندس مثلا ميكانيك او مهندس بترول، بس يشتغل شغل اخر ما له علاقه بالبترول لانه عنده مهاره بي. الجامعه بس انطت الكونسبت، المفهوم العام للعمل، يعني مو ضروري يكمل. يعني اتذكر انا كملت الدكتوراه مالتي في بالتحديد في المكامن النفطيه ريزرفوار انجينير، بس انا اشتغلت اول شغل اشتغلته هو عباره عن برودكشن انجينير، هندسه الانتاج النفط، عندما تخرج من الجامعه كريزرفوار انجينير. هذا لا يمنعني انه والله ريزرفوار انجينير لازم اطور نفسي او غير نفسي، لا. I am aware about using something else. I am flexible. هذه كلمة flexibility ذكرناها أول مرة في السلايد السابقة. عندي مرونة and jumping between these things as well. ذكرنا كلمة flexible I think in one of the slides. So نعم نعم هو خطأ أحيانا، مرات الإنسان يتقوقع تحت عنوان معين، أنا ما أغير نفسي. لا، غير نفسك وحاول تكون، وهذه أيضا مهارة. هل أنت ماهر تغير نفسك؟ يسمونها سحنا نمضي دورات بالمركز التدريبي معتنا في ليفربول، نسميه MOC، Management of Change. Management of Change، أقدر أنا أتأقلم مع التغيير. هسه اليوم أنا تعينت في شركة النفط، قالوا لي الشغل مالتك شفتات، الشفت الواحد 8 ساعات، ورا أسبوعين غيره وقال لا الشفت رايح 12 ساعة. هذا تغيير، أنا أقدر أتقبل هذا التغيير؟ أنا نقلوني من قسم، بديت في قسم الكهرباء، قسم الإنتاج، وبعدين صارت حاجه في قسم الحفر، رحت للحفر مثلا ولازم اروح للحفر، هل انا اقبل هذا التغيير؟ هذا مهم جدا، فلكسبيليتي، مرونه، هذا سكيلز، مهاره. بالعكس انا انظرها مرات، انظرها انه اكتساب خبره اضافيه، اكتسب خبره اضافيه. يعني اتذكر كملت الماجستير في جامعه ونجحت به، ماجستير الحمد لله، وقالوا لي ابقى ويانا كم دكتوراه، انت مستواك زين. لا، انا قلت لهم جامعه ثانيه، الدكتوراه سويها بجامعه ثانيه، وفعلا سويت الدكتوراه في جامعه ثانيه، في ناس اخرين تماما، بس انا شفت كل زين الي، تعلمت على ناس اخرين، عرفت ناس اخرين، حتى بالسي في مالتي اصبحت نقطه ايجابيه، هذا مكمل بجامعتي، ماجستير في جامعه
ودكتوره في جامعته يقدر يتأقلم مع الآخرين. So that's important to keep in mind. وأمثلة كثيرة حقيقة. السكيلز الأخرى الموجودة يعني أنا مشاريعها سريع بس هاي السكيل اللون الأزرق البلو إن كلرز هذه إذا تقدم جوب أكاديمي كان تكون معيد في جامعة أو أستاذ جامعة مطلوب من عندك إنه عندك ريسيرش وعندك تايم مانجمنت وعندك ما يسمى تشتغل وحدك وريبورت رايتنج هذه السكيلز مهمة في الجانب الأكاديمي. دكتور بس قبل ما تكمل بالتفاصيل بما أنه 10 إلا ربع بس الشباب راح يدزون التيم على تشات اللينك مع استمارة الحضور فأتمنى من الجميع يدخلون على اللينك ويسجلون حضور بيها. بنفس الوقت دكتور أكيد يعني هم إذا أي شخص عنده سؤال فيقدر يطرحه والدكتور راح يجاوبه سواء بالشات أو رايز هاند و نعم أي واحد عنده سؤال يحب يسأله تحريريا أو شفهيا غزي أو يكتبه بالشات عربي أو إنجليزي ما عنده مشكلة. تمام الشباب دزوا اللينك فتقدرون تسجلون دكتور you can keep continue the شكرا. شكرا جزيلا حوراء. Okay, so this slide talk about شلون active skills بالسيمات يعني عندي skills عندي research skill أو عندي مثلا IT skill أو عندي teamwork skills هاي شلون أكتبها بس أكتب teamwork skills عندي في المثال بالسيمي تكتب بطريقة معينة بحيث أنه يقرأها هذا بالسيمي يقرأها أنت بسوي شيء معين مثلا مسويه يعني السكيل اللي عندك مو بس تكتب اسمها عنوانها لا أعطي وصف لها ماذا عملت أنت يعني ولو بأربع خمس كلمات فمثلا عندما تعطي السكيلز develop in a job internship or work experience placement reflect the competencies إذا صار عندك سكيل أثناء وجود التدريب مالتك أو أثناء عملك بالجامعة أو أثناء عملك reflect اعكس هذا الشيء بالكلام مالتك describe the job مثلا what you have done مثلا I was mechanical engineers and very much specialized in maintenance of oil pump فهذه skills تعتبر صح أنت ميكانيكي مهندس ميكانيكي بشكل عام بس أنت عندك مهارات بالأويل بامب هذا القصد مالتي إذا مثلا تقول له أنا مهندس كهرباء الكتريكال انجينير بس I was very much good into networking الكتريكال networking الشبكات الكهربائية أو السبلاي ديستريبيوترز وهكذا فالسكيلز اكتبها وانطي ولو خمس كلمات عنها شنو عندك من سكيلز بيها إذا مثلا دائما من تكتب بالسكيلز استخدم اللغة الثقة يعني واثق من نفسك يعني تقول I'm being praised I am very motivated when I did the job in report writing أنا عملت reports مالتي عملت قدمت report writing للقسم مالتي وحصلت عليه الجائزة الأولى أو class A أو A star وكان جدا جيد جدا أو استخدم كنموذج هاي يسمونها skills بس تشرح السكيلز مالتك ببعض الكلمات في السكيلز إذا ما عندك سكيلز ما عندك أي سكيل كثيرة في عملك أو بسي مالتك in this case better to focus on transferable skills than routine tasks يعني إذا عندك سكيلز يعني transferable متنقلة متذبذبة يعني عادة مثلا communication والIT skills يعتبروها من إحنا شو نقول عنها ترهم على كل شيء السكيلز ترهم في كل مكان يا سكيل ترهم في كل مكان communication يا سكيل ترهم في كل مكان التيم ورك problem solving فأكتب ذني مؤكد عندك طريقة أخرى وتنطي في المثال مثالين أما أثناء السي في أو من تقابلهم تقول لهم أنا عندي هاي السكيلز وهاي مثال عليها هذا مهم جدا فإذا من تكتب السكيل بالسي في اكتب شرح صغير ولو كلمات قصيرة عن السكيلز الموجودة عندك فتقول IT skills تفتح قوس مثلا جوجل سيرش ويب سايت سيتنج اب فتفهم معين في شيء ولو شيء بسيط صغير هذه مثال
فتقول له مثلا تقول له انا عندي they want team player. عندك دليل انت تيم بلاير؟ عندك دليل انت اشتغلت مع فريق؟ تقول له مثلا اثناء الجامعه صف رابع احنا كنا فريق for designing an engineering project، او انا كنت عضو في فريق كره السله، او انا العب طائره مع زميلاتي بالكليه. يعني مثال على روح الفريق. You can show that. سواء كان سبورت، سواء كان سوشيال، انا عندي تيم بلايرز ان سوشيال ميديا، ان واتساب جروب، ان فايبر، whatever. ما بيها اي خطا. وناقش الجانب العلميه مالتي. A good example of teamwork player هو اللي امامكم، المهندسه حوراء ورسول مثلا بال WIE Women in Energy. هم تيم، هو عباره عن فريق، وكل عضو بالفريق عنده تيم بلاير، عنده نوع من المسؤوليه. هذا فيري جود اكزامبل. فاذا كنت جزء من فريق، وشنو سويت اثناء وجودك كجزء من الفريق؟ هذا المقصود بالتيم. مثال اخر تقول انا جود كوميونيكيتر، انا كوميونيكيشن مالتي، التواصل مالتي فيري جود. اعطيني مثال. تقول له مثلا انا اكتب كتبت تقرير اكسلنت وحصلت عليه جائزه، او حصلت عليه 90%، او انا مثلا اعطيت كلام محاضره في مكان معين، عن اكسلنت سبيتش، كنت متحدث، او اعمل باوربوينت برزنتيشنز، او اقدر الخص حديث كامل الخصه بنص صفحه. مرات هاي تعتبر سكيلز. اتذكر مثلا بعض وانا جو انترفيو، واحد انطوحه والي 100 صفحه، وقالوا له لخص ال 100 صفحه هاي انه بصفحتين او ثلاث صفحات، ولا مثلا اسبوع جيب لنا. فهذه العمليه السمرايز ايضا نوع من التشالنج. هذا امثله اذكر لكم، وامثله كثيره بس الوقت ضيق، ولا سيما اليوم انا لازم اخلص شويه ربع ساعه قبل الوقت. هذه انواع السكيلز اللي اكثر شيوعا، انا اشجعكم عليها. ذني امامكم 5 انواع سكيلز، حاول من الان تكون موجوده السي في مالتك. حاول او حاولي بنيه او ولد. كوميونيكيشن، وهذه عباره عن listening، writing. لازم عندك طريقه معينه انت يو كان تثبت انه انت كاتب هالشيء، كاتب لك homework، كاتب assignment، تتحدث مع الآخرين، عندك يعني لازم عندك فشي بحياتك. وين كنت بعدك شاب صغير أو شابة صغيرة، عندكم مريتوا بحياتكم وسويتوا فشي يعتبر communication skill، اكتبها بالسي في مالتك. teamwork هذا مهمة، يطلبوها من كل الشركات، تطلب communication و teamwork. كلهم شركات أهلية حكومية، إذا كانت حكومية مرتبة، وإذا كانت شركات صناعية أو غير صناعية، يحتاجون كوميونيكيشن والتيم ورك. هذين كوميونيكيشن والتيم ورك تدخل في كل الأعمال الهندسية وغير الهندسية. سو التيم ورك أيضا أنت لازم عندك طريقة أخرى، أنه أنت جزء أو عضو في فريق معين، سواء كان أثناء الجامعة بعد الجامعة، وعندك تيم أوبجكتيفز. شنو التيم اللي تبيه أنت؟ شنو هدف عنده؟ هل هو engineering team، scientific team، هل هو fun، sport، هل هو social؟ شنو التيم اللي تبيه انت؟ شنو كان دورك؟ شنو يسوون؟ شو تعملون؟ هذه الاثنين اساسيات. التايم مانجمنت هاي يحتاجونه كل الشركات تحتاجها، هي انه يندوق مال التاسك. انت خصوصا بالبروجكتس، اذا انت بروجكت انجينير تحتاج عمليه الافضليه بالوقت. schedules your activities و commitment. prioritize من الافضل، من يا شغله اسوي اول مره وبعدين اسوي الثاني. وانا متاكد انتم عندكم بحث الجامعه، طلاب الجامعه حاليا عندكم امتحانات اعتقد، او حاليا هذا موسم امتحانات، موسم الامتحانات الشهر السادس الشهر الاخير من هذه. فتعرف الافضليه، يا ماده ادرسها، يا شابتر ادرسها، يا جزء ادرسه. فعندك نوع من التايم مانجمنت. problem solving قلناها، ان يجب ان تكون عندك قدره على حل المشاكل. يعني يعجبني في اليوم أعطيكم يعني دورة كاملة على problem solving. هاي six method هي حاليا يحتاجوا كثير من الناس. هي عبارة عن face to face أو face the problem، negotiate and so on. والمرونة، be adaptable. إحنا نسميها management of change MOC. adapt to a new situation. تغير المدير مالتي. ذاك المدير مالتي الأولاني كان كلش حباب ومرتاح له وخوش إنسان ومتفهم، بس طلع تقاعد او نقل مكان ثاني، وجانا واحد مدير
أنا أعتبره بالنسبة لي قنقينة شرعان قلب سكينة بالخاصرة عظم بالزردوم سمي أنت. How can I live with him with my new management? That's important. So these are also a kind of skills. الأشياء الأخرى التيم ورك ذكرنا الكم مهم والإنفلونس بالتيم ورك بالتيم ورك يسألوك على الإنفلونس أنت كنت عضو فريق شنو تأثيرك كان عندك أنت إمكانية بحيث أنه تغير تفكير الفريق يعني عندك ليدرشيب هذه أيضا مهمة هذه خلوا في بالكم أنا يعجبني أنه إذا عندك سي في روح راجع سي من جديد وشوف هالأشياء اللي ذكرها دكتور حسين ممكن أضيفها أعدلها هذا مهم جدا هذه إذا أنت مقدم على شغل ليدرشيب مدير عمل مدير إدارة هذه من نقاط أساسية يحتاجونها الريسبونسبيلتي أكو فرق ما بين مدير ومدير وليدر المدير هو الشخص اللي يمشي على اللوائح والتعليمات أكو لوائح وتعليمات يمشي يطبقهن كما هن ما يفكر بعد تقول لي أنطيني إجازة قال والله لا اللوائح ما تسمح لي أنطيك أكثر من يومين أنت أخذت إجازة خلصتها تقول له أريد نوع من الدورات التعليمية هنا يقول اللائحة تقول ما عندي فلوس أنا ما عندي بجت حتى أدخل دورة تعليمية هاي يسمونها إدارة الليدر شيف لا هو يخترع أشياء هو يجيب لك أشياء جديدة هو يطورك هو ليدر يعني فرق ما بين المدير والليدر هو اللي يضع اللوائح وليد as example الأسئلة عادة تأخذ بالاعتبار بالليدر شيف هي responsibility راح أمشي عليها سريع وما أبراها work in team لأنها جيب لي evidence أنت كعضو فريق عندك دليل عندك يعني contribute for changing this also important أحيانا بالمقابلة يسألوك هذه يسألوك مثلا قالوا يشرح لك مثلا يعني أنت كنت في الجامعة أو أنت كنت في شغل ثاني وجيت علينا اشرح لي شنو اليوم مالك شو تسوي باليوم بيوم تقول لي شنو تعمل مثلا تدخل مختبر او تسوي تروحها او تحضر محاضره او انت بالتيم ورك مالتك اثناء البروجكت ديزاين شنو كان نشاطكم بالضبط سو ديسكرايب ا شورت كت او ريسك وين يو هاف تيكن ميت ديدلاين هذا من بالبروجكت من التحديات الكثيره هو الديدلاين مرات تشوف الوقت ضيق والشغل كله كثير ما جاي تلحق يعني هذه ايضا يسالون احيانا في المقابلات الكوميونيكيشن يسالون على give me example when you are influence someone situation او انت بطريقه اخرى بالكوميونيكيشن مالتك اقنعت الاخر ان يقبل الفكره مالتك او بالعكس انت اثناء عملك اكو واحد قنعك بالاسلوب مالته طريقته بحيث اقنعك هذه أيضا تعتبر communication. Communication نوعين. نوع المتكلم ونوع listener. وبعضهم يصير communication مستمر. فالسكيلز بشكل عام يعني هي جزء من مهارات الإنسان تعتمد على الإنسان نفسه على التعليم مالته وهو يطور نفسه. السكيلز ما ينطوك إياها. ما حد ينطيك السكيلز. عليك أنت أن تطورها في نفسك. المهارة. وإذا عندك طورها. إذا يقول أنا والله كل الزين أشوف نفسي كل الزين بالتواصل كوميونيكيشن أقدر أطور نفسي أكثر أنا كل الزين في كتابة التقارير في كتابة الجورنالز الصحافة مثلا أقدر أطور أكثر هسه مرات بالصحفيين في موضوع معين حريق شبع حريق في مستودع مواد غذائية هذا الإنسان عادي وخلاص الصحفي يسوي قصة وطريقة بحيث تقرأها أنت يعجبك تقرأ هذا هو نفس عنوان حريق في مستودع مواد غذائية أنا بالنسبة لي خبر بالنسبة للصحفي لا مو خبر قصة جديدة يكتبها فهذه أيضا تعتبر skills of communication in this case هذه أسئلة عادة بالtypical questions بالskills هي تحليلية نعطيني مثال أنت حللت تقول مثلا data عندي سويت على شكل كيرفات أو بارشر حللتها التيم ورك مهمه جدا بروبلم سولفينج شوف اكو اشياء انا اذكرها كثيرا وخلي بالك هذه يجب ان تكون طريقه اخرى موجوده بالسي في مالتك وعندك مو بالسي فقط كورقه مكتوبه لا تكون فعلا موجوده بشخصيتك انت السي في انساها السي في ورقه هذه انت طور نفسك انت كن ثقه بنفسك بحيث انت فعلا تقدر تكون جزء من فريق
انت فيري فلكسبل، انت اناليتيكال، محلل، تحلل الشيء، انت ا جود بروبلم سولفينج. هذه مهم جدا تكون عندك بهذا الشيء. تحتاج لاي موقع عمل انه انت عندك، فالتبس والهنس الاشارات او خلينا نقول نصائح لكم. نصيحتي لك حاليا تقول انا عندي شهاده باتشلر وعندي سي في كلش مرتبه وحلوه، بس انا اريد سكيلز. سكيلز موجوده عندي بس تحتاج تطوير، واكو سكيلز ما موجوده عندي. الموجودة عندك حتى تطوير، اسأل، افتح قلبك وسولف، اقرأ عنها، روح يوتيوب مثلا اقرأ، طور نفسك، احضر محاضرة في هذه السكيلز مالتك. ما عندك، احضر دورات تدريبية، احضر تعلمها، تعلم المهارات. وهذه مهم التبس مالتي والهنت لك، خدكون ثقة بنفسك، ومهما تكون السكيلز غيرونه اكتبها، قول عندي. حتى لو عندك سكيل مجرد انت تقدر تسوي باور بوينت برزنتيشن، اكتبها، قول انا اقدر اسوي هذا الشيء، انا اقدر اكتب هوم ورك اساينمنت، اكتبها، هذه تعتبر سكيلز. انا اي كان درايف ا فورك ليفت، الرافعه الشوكيه، تعتبر سكيلز. انا فيري جود ان دروينج، الرسم، تعتبر سكيلز. فاي شيء وان كان صغير كتبه وافرح به واعتز به، هذه شيء يفيدك. فاذا خلاصة القول ان الخلاصة ماكو جوب حاليا مفتوح هكذا، كل العمل حاليا هو به منافسة، والماركت به very big competitors. مرات يعلنون يبدون مهندس في شغلة معينة تلقى يقدم عليها 50 واحد ويبدون بس واحد، فيجب أن تكون عندي مهارة بحيث أنافس الآخرين بها. فالكواليفيكيشن والسيرتيفيكيت is not enough anymore. مهمة جدا، مهمة يكون لك كواليفيكيشن سيرتيفيكيت، ما أقول مو مهمة، بس ما أقول، جاي أقول مو كافية، ما تكفي. هل تفهمني؟ بالعكس، بالعكس، كن واثق من نفسك، قول أنا عندي شهادة جامعية وأنا تعبت وحصلتها، مبروك عليك وممتاز جدا. بس في نفس الوقت تقول ها ما تكفي حاليا، السوق تغير. The skills could be better chance to win. Well, skills could be enhanced by training. فادخل دورات. Well, skills are important, small or big. وكل skills سواء كان صغيرونة، انت شوفها صغيرة بعينك، بس عند غيرك لا كبيرة. يعني مجرد تكتب عبارات معينة، تعرف لغة ثانية، تعرف بعض الكلمات باللغة الصينية، باللغة التركية، تعرف تتفاهم مع الآخرين، تعرف تحل مشاكل صغيرونة ما بين زملائك، هي تعتبر صغيرونة بعينك أنت، لكن هي كبيرة عند الشخص اللي قابلك. فهذه ملاحظات خليها في بالك. أنا أعتقد هي آخر سلايد عندي، وأني كل اللي أقول حاليا thank you very much to listen to me, and I personally I would like to thank WIE Women in Energy اللي هم أتاحوا الفرصة إني حتى أنا أتكلم معاكم وتستفادوا من بعض خبرتي، وخبرتي متواضعة. أنا أيضا أتعلم منكم، كلنا تلاميذ بهالحياة، كلنا نتعلم من بعض. أنا أتعلم وأنتم تعلمون. أنا عندما أدخل الجامعة يدوم بليب من مرات بالقاعة الدراسية وطلابي قاعدين بهم 70 واحد، أقولهم today I'm going to learn from you، اليوم سوف أنا أتعلم منكم، وأنا المحاضر، أنا البروفيسور، لأن فعلا أتعلم منهم، أتعلم من سلوكيتهم، أتعلم من تفاعلهم، من أسئلتهم. السؤال السلوكية بعدين تفكر به، تقرأ عنه، تتعلم. فإذا I am here to share with you my humble experience. I'm learning from you as you are learning from me. أنا أشكر WIE Women in Energy بالتحديد المهندسة رسل والمهندسة حوراء مالك على تعاونهم بإنجاح هذه الدورة اللي 3 أسابيع تقريبا، 3 جمع، وإن شاء الله تكون مفيدة لكم جميعا، وهي بداية is a start for major development in the future. You got my email here, you can email me if you need more information, or you can talk to
حوراء and wrestle for future communication if you want. So it's my pleasure to support you and thank you very much. شكرا جزيلا دكتور على هذه الكومبلمنت وشكرا جزيلا على الثلاث سيشنات وعلى وقتك اللي من خلاله وسعت الأفق لكثير من الأشخاص ما خليت تفكيرهم يروح بس بسايد واحد. أكون لست من الكويستشن راح أطرحها عليك بسرعة باعتبار أنه أنت you have to leave. السؤال الأول من سجاد يقول هذه مهارات فعلا مهمة لكل شخص لكن شلون الواحد يحصلها؟ هل تعتمد على المشاركة بالدورات التطويرية فقط أم هناك طرق أخرى؟ دكتور بس راح أضيف على هذا اللي هو سؤال أماتي من عندي ممكن يكون أكو طرق ثانية أكيد اللي هي يعني اليوتيوب حاليا والويب سايت واحد ممكن شانلز تقدم هذا الأفرز بس هذه ممكن تكون بس إنسان يطور نفسه زين هذا التطوير الذات أنت شلون تعكسه بالمقابلات وبدون أي سيرتيفيكيت بأنه أنت شاركت بهذه بدورة محددة بس مجرد أنه أنت قررت ممكن تقرأ كتب ممكن تتابع أشخاص بهذا الاختصاص فممكن سؤال هذا تكميل السؤال سجاد. شكرا جزيلا هو سجاد جوابي لك هو يعني أذكرته الطريقة الأولى هي الحضور لدورات تدريبية إذا أمكن يعني أنا عرفت بعض الدورات التدريبية قد تكون غالية عليكم بس إذا كنت دورات تدريبية تطوعية مجانية أو بسعر رخيص نعم المدرب في معظم المدربين هو الشخص الذي يملك خبرة كبيرة جدا ويحاول يعطيها للآخرين بفترة قصيرة هذا هو المدرب خاصة إذا كان مدرب ناجح عنده خبرة هذا قد يفيد في عملية تطوير المهارات الطريقة الثانية هي أنت شخصيا إذا تشوف بنفسك عندك مهارة معينة وتحتاج تطوير عليك أن تقرأ تحتك بالآخرين تسمع من ناس أكبر منك عمراً ادخل على يوتيوب مثلاً حاول طريقة أخرى حتى مع زميلك وياك من عمرك نفسه يصير بينكم نقاش في بعض المهارات وهذه قد تساعد التطوير نعم فإذا هي أما تدخل دورات وتسمع الآخرين أكبر عمراً من عندك وعندهم خبرة ومعلومات أو أنت تطور نفسك عن طريق النقاش مع زميلك أو مع شخص آخر في مجتمعك في حياتك تتعلم منه وتطور مهاراتك أنا أتذكر مثلاً أتذكر أنا شخصياً أتكلم عن نفسي عندما كنت تلميذ بالسادس الثانوي أيام زمان أنا خلصت الثانوية سنة 1976 يعني أنتوا بعدكم ما صايرين فكان في المنطقة مالتنا شخص يحب يكتب مسرحيات يكتب عنده حب كتابة المسرح وهو محامي أكبر من عندي أكثر من 30 سنة فكنت دائما أسولف وياه وكان أنا يعجبني كتابة أنا عندي أكتب كنت أنا عندي ديوان شعر منشور أنا شاعر فكنت أكتب حب الأدب وأحب كتابة الشعر وهو يكتب هذا مسرحيات فأنا وياه سوينا مسرحية شعرية فتعلمت من عنده كتابة المسرح كان يعلمني شلون يصير مخاطبة والأسماء تختارها والطريقة الأخرى إذا أنت إذا شوف شخص حواليك وعندك أنت في شيء معين تحاول تتعلم من عنده هذا ما بي أي خطأ سؤالك حوراء أنت عفوا ذكريني بس أكلم واحدة من عنده هو تكميل السؤال سجاد أنه أنت إنسان تعبت على نفسك وطورت نفسك اخترت نعم. الطريق الثاني بالكتب أو بالأشخاص نفسهم اللي يقدموا هذا الشيء يفيد له لازم سيرتيفيكيت نعم صحيح بالكتب الاشخاص الاخرين شادوينج يعني الظل للاخرين تاخذ شخص معين از منتور شخص معين اعتبره مثل استاذك منتور تتابع انت تطور من عنده قابلياتك هذا ممكن شكرا حوراك كونتينيو استمر يعني انا يجب اعوفكم خلال 10 دقائق تمام اعتقد مريم قاسم على نفس الكومنت اللي طلعتها دكتور انه هي عندها مهارة بالكتابة ومجموعة من الكتابات من مقالات وصحف عراقية تعتبر هذه مهارة لو خصوصا هي بس نعم مهارة جيدة والله مرات كثير من شركات تحب هاي المهارة مهارة القدرة على الكتابة والقدرة على تلخيص يعني she has ability to good presentation اي يعني هي قادرة على انه تكتب تعبر عن
الافكار الموجوده عندها، عندها مهاره تحول الفكره الى شيء يقرا من قبل الاخرين، سواء كان فيكشن او نون فيكشنز، سواء كان خيالي او طبيعي. وهذه تحتاج تطوير اكثر طبعا بالقراءه، حضور بعض الندوات، اتخاذ شخص معين كمثال الى متابعته، والتواصل مع بعض الكتاب والمؤلفين. نعم، هذه بالنسبه الى مريم شيء جدا ممتاز. تمام. سؤال دكتور، ما أعرف إذا ممكن أقول جواب. من محمد، مشتغل بالكيو سي بالفحص الهندسي وعنده معلومات جيدة بي، وحاليا بده يقدم على الشركات هاي بدها تطلب سيرتيفيكيت، بس هو حاليا ما يقدر ياخذ هذا السيرتيفيكيت. شنو ممكن الحل يكون؟ هي يعني هي الكيو سي كواليتي كنترول، يعني الجواب مالتي، وللاسف سبب رئيسي هو حجم المنافسه الكبيره على بعض الاعمال. فالشركات تضع بعض الشروط من باب تقليل العدد اللي يقدم لها، فمن شروطهم الا عندك هاي الشهاده، حتى بما يقدمون 1000 واحد يقدمون بس 200 عندهم شهاده وبعدين يقابلونهم. فإذا ما عندي هاي الشهادة، إذا عندي ويتنس، إذا عندي أنا شخص يشهد لي أنه أنا فيري جود، ما عندي شهادة أكاديمية صحيح كيو سي، بس أنا عندي شخص أو عندي دليل، أكو شخص معين يشهد أنه أنا فيري جود إن كيو سي، فلو أحصل من هذا الشخص رسالة، يكتب لي رسالة ريكومنديشن لتر. محمد اسمه، محمد يسألني، هو محمد اسمه؟ إيه بري دكتور محمد عزيزي إذا تسمعني، شوف لك واحد يكتب لك رسالة توصية يسمونها recommendation letter، سواء بإنجليزي أو بالعربي، يقول بها أنه هذا محمد عنده مهارة جيدة بالquality control، صح ما عنده شهادة لكن أنا أشهد من خلال تجارب وياه أنه يستحق يحصل عمل رغم أنه ما عنده هاي الشهادة، ويمكن هاي الشهادة يأخذها بعدين أثناء حصول العمل. تمام. دكتور، آخر سؤال، اتكلمت على الكوميونيكيشن سواء الأورال أو سواء الريتن. مرات أكون أشوف أشخاص إن هم جيدين بالأورال، بس من يجي لناحية البرزنتيشن، من يسوي البرزنتيشن دائما يكون مخربط ومليان معلومات، مليان بيكتشرز، ما يكون هاي. مرات تلقى بالعكس، الشخص ما عنده قدرة على الكلام بس عنده قدرة على الكتابة والتعبير بالبرزنتيشن. اوكي، هو قلت انه واحد لازم يشتغل على الثانيه، بس واحده من عندهم تكون كافيه؟ هي احيانا الاثنين افضل، الاثنين افضل كتابه وتقديما افضل، نعم، لكن احيانا واحده منهم تغلب على الثانيه. يعني وهذا مو خطا، اكو شخص متحدث جيد لكنه كاتب سيء، والعكس بالعكس، كاتب سيء لكنه متحدث جيد، او بالعكس خلينا نقول كاتب جيد بس متحدث سيء. هذا حتى ما تلاحظه بالجامعه، ما يجي الدكتور الاستاذ الجامعي عنده علم بس ما يعرف يوصل المعلومه الى اثناء الشرح، يقول انا طلعت كل شيء ما تعرف شنو قال هذا ماشي. يعني اتذكر انه وجودي في الجامعه كان يدرسني شخص جيولوجيا توفى الله يرحمه، هو عالم في 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 العلم مالته عالمي وفاهم وعنده كتب مؤلفات، بس مسكين ما عرف شلون يوصل فكره للطلاب. هذا ماكو خطا، بس انت ما زال شخص نقطه الضعف مالتك، ركز على نقطه الضعف وحاول تطورها، حاول تطورها. دكتور، اكو كويستشن من حسين عبد الامير رافع ايده، فممكن تفتح المايك وتسال. حسين اذا تسمع اسال. حسين، يو ار يعني انت حاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مشكور دكتور على الجهود هذه. دكتور، أنا طالب تخرجت يعني هذه السنة، تنصحني يعني أبحث على شغل ولا أكمل ماجستير في تخصص بتروليوم ريفاينينج أند بتروكيميكال؟ نعم. أنا شهادة هندسة نفط. أنت بتروليوم إنجينيرينج، إذا تسوي ماجستير عزيزي أما ضمن بتروليوم إنجينيرينج بس تتخصص مثلاً برودكشن أو ريزرفوار أو دريلينج تفيدك أكثر، أو تقول أنا أسوي شيء ثاني، عندي باتشلر بالبترول إنجينيرينج بس أسوي MSc in Project Management
or MSc in Health and Safety at Work. هذين أكثر طلباً حالياً، أكثر طلباً حالياً. فأما MSc ضمن التخصص العميق مالتك Petroleum Engineering، بس MSc مالتي Production Engineering أو Reservoir Simulation، أو أنا أعمل MSc Soft Skill، فأنا عندي Engineering من Bachelor بس عندي Soft Skill، مثلاً عندي أنا MSc مالتي بالProject Management أو MSc مالتي بالEngineering Management أو MSc مالتي بالHealth and Safety. هذه نصيحتي، هذا يكون خاطئ، بس أنا أحكيك كمودل، أنا كنموذج أمامك، أنا مهندس وعندي دكتوراه بس عندي ماجستير بالإدارة MSc Management وعندي دبلوم عالي بالسيفتي، وشفتي يفيدني كثيرا بالعمل مالتي ويفتح آفاق كثيرة للعمل. تمام. أما تروح إلى ريفاينري بتروكيميكال ممكن جدا، هاي يسمونها داون ستريمز عادة، عليها منافسة كبيرة ينافسك بعدين أبو الكيميكال إنجينير. بس لو تسوي أنت برودكشن إنجينيرينج أو ريزرف إنجينيرينج ما حي ينافسك، ينافسك بس بتروم إنجينير، فتقلل المنافسة عليك. أوكي أستاذ، مشكور على الجواب أستاذ. حياك الله. تمام دكتور، عندك وقت لآخر سؤال؟ إيه عندي خمس دقائق إن شاء الله. خمس دقائق. تمام أوكي. سؤال يقول إنه من مرتضى، إذا عندي أكثر من مهارة ولكن بعض المهارات أنا جيد فيها أكثر من الباقيات، أقدر أركز عليها أكثر بالسيرة الذاتية؟ إذا عنده مهارة أكثر من الباقيات، عنده مهارات بس واحدة منها أكثر من الباقية. إيه ما بيه خطأ، مثلا يركز على يكون هو specialized in certain سكيل وممتاز بيها جدا ممتاز، بس يعرف سكيلز اخرى. بالعكس مثل الطبيب، طبيب مختص مثلا في امراض السكري مثلا ممتاز ومعروف، بس يعرف مفاصل ويعرف شويه سكينز والاخر، ماكو اي خطا. وهذا ايضا احيانا يكون مقبول في بعض الاحيان. نعم تمام. جاسم رفع ايده، فحسن يا ريت تفتح الميوت من جاسم على مود يقدر يتكلم يطرح سؤاله. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ جاسم. مرحبا دكتور، شلون الصحة؟ حياك الله. تحياتي لك وكل المستمعين طلبة اللي ويانا. الله يحفظك. عفوا دكتور، أنا بصراحة يعني سؤالي يعني أنا بصراحة دخلت يعني العديد من الدورات اللي ذكرتها بخلال يعني هذا الجزء من الدورة، ومن ضمنها يعني الليدرشيب والكوماندر. بس بصراحة أنا شنو يعني جاي أواجه صعوبة بالكم الهائل وبعدد المهندسين وبعدد الموظفين يعني الموجود عندنا بالشركة، يعني كم هائل، أنا شلون أقدر يعني أوصل هاي المهارات اللي حصلتها أو الدورات اللي دخلتها ويا يعني حتى يعني خارج العراق وناس يعني بارعين بهاي الأمور. بس بصراحة جاي أواجه يعني صعوبة إنه يعني شلون أجري تأثير وتأثير آخر يعني على هذا الكم الهائل من المهندسين يعني عندنا بالشركة. ممكن إنه يعني إذا من خلال خبرتك تقدر عزيز، تقدر أنت أول شيء سوي قائمة بالمهارات اللي عندك، الكورسات المهارات مثلا 10 كورسات 12 كورس، اختار واحدة منهن من المهارات اللي عندك والكورسات دخلتهن وشوف أنت قد تبدع بها. أوكي، فتقول أنا راح أسوي هذا المهارة اللي عندي، أنا مبدع بها، واثق بها من نفسي، مرتاح لها، خليني أنطيها للآخرين. فسوي دعوة لإلقاء محاضرة، دعوة على الزوم، يومين محاضرة مثلا، يوم ساعتين، دورة مجانية مثلا. إذا مجموعة مالتي أعرفهم وعندي وياهم واتساب جروب، أدزهم على واتساب جروب، راح أسويكم محاضرات مجانية من الساعة 9 للساعة 11 بالليل يوم الخميس ويوم الجمعة في المهارة الفلانية، وجرب، جرب أول وحدة، جرب أول مهارة عندك، إذا شفتها أكو تجاوب وبدأ استفادة من عنها تقدر تكررها من جديد نفسها أو اختار غيرها المهارات، ووصل عندك ثقة بنفسك وترتاح نفسيا، أنت شاركت الآخرين معلوماتك. هذه الطريقة كبداية، هي أول شيء البداية صعبة، هنسمي breaking the ice، أول ما تكسر الآيس السيركل أول صعبة عليك، وتعرف عندك وين مهارات، بمن أبدي، أنا طالع برا مسافر الخارج وعايش محاضرات بدبي وبالأردن وبتركيا ودول أخرى متعلم منهم، اختار مهارة أنت جيد بيها واثق بيها من نفسك تقدر تشرحها بالتفصيل،
اعمل منها كورس صغير مدة 4 ساعات، ساعتين باليوم مدة يومين، واطلق الدعوة إلى زملائك والناس تعرفهم، قول لهم تعالوا راح أعطيكم معلومات، واشرح نفس اشرح، اتعلم، اصير ثقة بنفسك أنت، وهم يرتاحوا لك، بعدين تقدر تطورها أكثر أو تختار مهارة ثانية. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. حياك الله. دكتور سؤال أخير سريع من علي حول مهارات الأوفيس، هل هي مهارة بحد ذاتها أو تندرج ضمن اختصاص مهارات معينة؟ لا الأوفيس يعني هي مهارات، احنا قلنا قبل شوي قلناها يعني ريبورت رايتنج والكوميونيكيشن سكيلز والنيغوشيشن سكيلز كلها من الأوفيس يا حقيقة. هذا فنعم سواء كانت الأوفيس تقصد بها الأوفيس as a computer أو أوفيس كمكتب مثلا HR هو أوفيس human resources، أو تقول لي مثلا الفاينانشال ديبارتمنت قسم القسم المالية مثلا يعتبر أوفيس. نعم فذني المهارات أنت شوفها صغيرة مو مهمة عندك، صدقني مو كل واحد عنده، مو كل واحد يملكها. المهارة صغيرة كبيرة لا تستهين بيها، طورها في نفسك، إذا تحب تهدم الآخرين على بركة لا تحصل بيها ثواب حياتك. وهذه صفات مهمة وجميلة بالإنسان يتعلمها يطور نفسه ويشارك الآخرين. عندك مهارة سواء كان أوفيس أو تكنيكال، نصيحتي شارك أحسن. هاي هذا سيكرت، هذا سر المهنة مالتنا احنا أساتذة. أحسن طريقة لفهم شيء معين قوم بتدريسه، أعطي محاضرة بي بعد عمرك ما تنسى. أحسن طريقة لفهم موضوع معين نصيحتي لك أعطي بي محاضرة، رتب أمورك وسوي محاضرة عمرك بعد ما تنسى. أحسن طريقة التعلم هو التحدث للآخرين، أحسن طريقة للتعلم هو التحدث للآخرين. حتى مرات تمر علي النكات وننساها النكات، بس النكتة تحكيها أنت بعد ما تنساها. في نصيحتي لكم هذه النصيحة الأخيرة، وأتمنى لكم التوفيق، وأنا أشكر الآخرين على استماعهم ومشاركتهم، وأنا عندي اجتماع خلال 10 دقائق زوم آخر ميتينج. شكرا حوراء، وشكرا رسل، وشكرا WIE، وأيضا شكرا لكل الحضور. تمام، شكرا جزيلا دكتور، وإن شاء الله يكون عندنا تعاون آخر في المستقبل بعوني تعالى. مع السلامة. بالنسبة للحضور مثل ما اتفقنا أنه راح تكون